يسار باش نمشيو للموضوع الثاني معنا اليوم. وقيس اليعقوبي المدرب الوطني يكشف عن قائمة المنتخب الوطني التونسي. كابتن نحكي على قائمة اللاعبين المدعوين للتربص القادم للمنتخب الوطني التونسي استعدادا لمواجهتي مدغشقر وغامبيا، ونحكيو على تصفية كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025. صحيح، مازالوا عندنا زوج ماتشات اللي هما ضد مدغشقر، ضد كي ضد مدغشقر وضد غامبيا في تونس. تبقى ان النتائج السلبيه تاع اخر الجولات هي اللي كنا احنا حق معناها يكون من الجوله الثالثه يعني نصم كاليفيه. تبقى با سي با غراف، احنا عندنا 7 نقاط، جزر القمر عندها 6، كي دوتر سيسمع غامبيا 5، ومدغشقر 2. وانا زوج ماتشات قدرت ربي معناها فما كان الخير. تبقى ليستا متعرف انت ليستا، فما 12 مليون مدرب، زد على 12 مليون مدرب، زد عليهم، برافو عليك، زد عليهم اغنيه لكل مستمع، فريق لكل مستمع، تكتيك لكل مستمع، وتكتيك لكل مستمع. وكذا مش هذا الموضوع، موضوع ايكيب ناسيونال خليها تخدم على روحها. لو شوز معناها لو كومون ديريج لا سول فيناليتي هو التأهل. ما يهمنيش لعبوا مليح لا بور لو مومون، التأهل وتكوين فريق. خاطر تو يا ريت 12 لاعب من قبل ما عيط جماعه اخرين جدد، مش خاطر عايز جماعه اخرين ضد الاداء سيتحسن، لان الناس الكل كيفاش نقولوا التريت ليكيب ناسيونال كانه فريق. هذا لعب مليح الاخر نسمع قويله، واحد عطاه باس عيط له الاخر ما كنتش. مش هذا ليكيب ناسيونال، اسمها لي اون ايكيب دون ليسبري دي اون ايكيب، تاع فريق تاع كلوب. سيتادير تشوف نعلم اش تلقاهم نفس الهرم لوساتور عند 8 9 سنين، ساعه متي تقريف على ملاعبي. احنا باقي غير وقت تغير تخسر الاوتوماتيزم، تخسر لي بوان دو روبير، تخسر التكامل. معنيها في ليكيب ناسيونال ماهوش كيما في ليكيب. اون شوازي با لي ميورو بوست، اون شوازي سو كي سو كومبليت، باش ما تلقاش مشكل بعد في اللعب. تكامل، انا اتمنى معناها با هو حر سي قيس يعقوبي عيط لجماعه يتمشاو مع على ماذا سيعتمد في الاخر. بكل نتمناو له كل النجاح، وخاصة المباراة هذه صعبة، هذه صعبة أكثر من الأخرى في تونس وكل مصعب. تبقى إن شاء الله معناها في جنوب أفريقيا باش يلعبوا. نعم في جنوب أفريقيا، في جنوب أفريقيا بعيدة رحلة في جنوب أفريقيا. لا فيناليتي سي لو نوضمون، ما يهمنيش شكون جا شكون مشى، هو لي ريزولتا. الأداء عايشكم في ظلكم، الأداء تو جي بعد تو أعطينا أنسو كاليفي. واضح. مدغشقر تونس 11 نوفمبر، وتونس غامبيا 19 نوفمبر 2024. لطفي بون، والله أنا مع الكابتن في حاجة ومانيش معاه في حاجة. أنا مع الكابتن، ثم ثوابت في المنتخب وثم استمرارية. وقت يتنحى فوزي البنزرتي لاتجوا متاعه اللي هو قيس اليعقوبي خذا عليه، يعرف المجموعة ويعرف كل شيء. لكن بصراحة زاد يلزم ثم دماء، ضخ دماء جديدة في المنتخب. احنا بصراحة الماتش وقت الاخرانين مريناش الجرينتا، مريناش العزيمة، مريناش اكل يحبوا الماتش. خاطر شفنا احنا مثلا جنوب السودان يربحوا ماتشواتهم، ثم جمع ايكيبات معناها هكا ولا موريتانيا، معناها احنا قعدنا نقول واحد تفهم في الكره زيد في كل شيء ان شاء الله، فهمت؟ مشي مشي ولي مدربه. فالحقيقه تاع قيس يعقوب، ف 12 لاعب ضخ دماء جديده، ولما لا ثم ملاعبي. سمعت قبيله قيس يعقوب قال كلمه ممتازه، قال لي كل مجتهد نصيب. ملاعبي كان في تطاوين مشى الملعب التونسي توا في باجا كما الحمري، ما ثماش علاش انا ما نعيطلوش. ان شاء الله زوز ماتشوات ونترشحوا وبعد كل حادث حديث. خليني نسمع راي وليد الكسراوي في هذه الكره. والله انا شوف نعرف اللي كره معنويات. احنا مالوريزمون الحمله اللي تشنت على فوزي البنزرتي قبل خروجه اثرت حتى على الجو العام نتاع المنتخب، اثرت على اللاعبين. بعض اللاعبين في المنتخب ما عادش يحبوا يجيو. هذاك علاش دعوه للجماهير الرياضيه. الجماهير الرياضيه لازمنا نساندوه. قيس اليعقوبي راهو يمثل الرايه الوطنيه، واهم حاجه من بعد في اللقاء بعد جنوب افريقيا عندنا لقاء في رادس، لازم الجمهور يمشي يشجع، لازم يساند اللاعبين، ومن بعد كما قال الكابتن نساندوهم ناخذوا كاليفيكاسيون. بعد عندنا الوقت للتحضيرات لكاس افريقيا وتصفيات كاس العالم، وقتها ننظموا البيت وان شاء الله بقدره ربي نتحطوا في مصاف الدول الكبرى في كره القدم ان شاء الله. راهو الملاعبيه سي وليد راهو مش الملاعبين ما حبوش يجيو، نتكلموا بصراحه. فما ناس قتلوا ما تجيوش زاد وي ليه ما كل شيء ليه هذا هو الموجود. سي سابوتاج كبير للمنتخب. يا سيدي هاو مشى سي فوزي وان شاء الله يا خويا معناها، وهاو مشى سي المساكني وسي اسمه فرجاني هاي ان شاء الله يا خويا فما كان الخير.
باهي كملت كابتن؟ لا كملت وفي وقتك نتاع الكره. تفضل سيدي وقتي نتاع الكره عمره ما يوفى. عمره ما يوفى. انا كي نشوف الفريق اللي لعب وربح فرنسا اللي هي تونون دو تيتر وقتها ربحناهم في كوب دي موند اللي فات والماتشات هذوما تعداو اثنين ولا ثلاثه اخرانيين ثم فرق واحد بسيط جدا ما عادش تفطنتون ولا عالم تونس ما كانش موجود لا جرينتا كأن عباد جايه حتى تخيلوا نخزر له شكون خرج مش عارق راه نقطة عرق من فوق وما فوقش منه. وقت الانسان يلعب على الراية الوطنية يهودي ياكلوا التيران، انا نشوف عباد تتمشى. عباد تمشي في يعني شيء كبير وحتى كي وقتها خسرنا وفي تونس نشوف الرياكسيون فماش. انا رأي الفرق الوحيد خاطر نفس ملاعبيهم ولا مالك شغال كعب ولا اثنين تبدلوا. الفرق الوحيد هو اكل الروح الوطنية. لو كان يبث فيهم انا نذكر وقتها نهارتها القادر ايش قال في الفيستير تذكرها ولا؟ قال جنود تفكرها وتعديت ولو ميساج يباسي يا ولدي توا ما احوجنا الشيء هذا راهو اذا كان انسان يحسش اللي هو يلعب على الرايه الوطنيه وباش يعلي الرايه الوطنيه فهمتني راهو زايد كيفاش تحبوا يلعب وقت اللي ما عندوش 90 دقيقه في ساقيه ما عندوش جاي زي انا نقول لك حاجه مازال الوقت ونحكي فيه الحقيقه الماتش الاخرين شفتهم الملاعبين نعرفهم مش هذاك ما تقوليش الاخ وتطلع حتى شيء مش الناس تتمشى في التيران كاني معنى لها كلمتهم همش هذا اللي شفته انا نتكلم راهو نشوف الفرق الاخرى نشوف في فرق اخرى باش يقلعوا الدنيا معناها فرق وطنيه اخرى عليها احنا كيك شنو اللي وقع لازم نثبتوا وين ودا لازم نقول يا اخو هما بيدهم اللاعبين هما بيدهم معاهم 20 القرن واضح حسين العميد فاصل ورجعنا